وسهلا بيكم مرة تانية في قناة HTM Photography. ده الكورس رقم 4 من كورسات التصوير. النهاردة هنتكلم عن أهم 8 نقط أو أهم 8 نصايح عشان صورتك اللي انت صورتها تطلع صورة احترافية جدا. طبعا كتير من الناس بتشتري كاميرات وبتصور بيها وتتفاجئ ان الصورة وحشة جدا أو الصورة عادية قوي، يقول أنا اتخميت في الكاميرا ولا إيه؟ يا ريتني اشتريت كاميرا عالية غالية عدسة أغلى. كل ده كلام غلط. تابع النصايح اللي هقولك عليها دي وهتطلع صور فعلا احترافية جدا زي اللي بتشوفها على الإنترنت بالظبط. أول نقطة هو اختيار المكان المناسب للتصوير. اختيار المكان المناسب ده هيوفر عليك حاجات كتير جدا. حتى نفترض انك انت هتصور لاندسكيب، انزل اختار المكان المناسب وما تصورش. اختار ليه هقول لك ما تصورش ليه؟ عشان النقطة رقم 2 او النصيحة رقم 2، اختار المكان الاول، شوف الزوايا، اختار الزوايا اللي انت هتصور منها، اختار هتصور ايه بالظبط، اختار لاندسكيب حلو. تاني حاجة وقت التصوير. اخترت المكان، هنختار بقى وقت التصوير، امتى صور لاندسكيب زي ده مثلا الجميل ده عشان تطلع الصورة حلوة. هتصوره يا اما في البلو اورز يا اما في الجولدن اورز. ايه البلو اورز وايه الجولدن اورز؟ البلو اورز ده الوقت اللي هو مثلا بعد صلاة الفجر، هتلاقي قبل ضوء الشمس ما يملى السماء هتلاقي السماء مزرقة قبل الشمس ما تطلع. هو ده البلو اور. في المغرب بعد ما تغرب الشمس قبل الضلمة ما تدخل هتلاقي السماء مزرقة برضو، هو ده البلو اور. طب الجولدن اورز اللي هو بقى بعد الشمس ما تملى ضوءها يملى السماء وقبل يعني والشمس لسه بتطلع هتلاقي الإضاءة كده أورنج شوية، هو ده الجولدن أورز. وقت الغروب قبل الشمس ما تختفي دي هي الجولدن أورز. يبقى أنت أول حاجة تختار المكان، تاني حاجة تختار وقت التصوير. طيب البلو أورز زي اللي في الصورة دي والجولدن اورز زي اللي في الصورتين دول، شايفين الصور مختلفة ازاي؟ تخيل الصور دي تصورت في الشمس وهي طالعة، مش هتدي الافكتس ده ابدا ولا هتدي المنظر ده خالص. فدي نقطة مهمة جدا لما تيجي تصور. تمام. النقطة رقم 3، اختار زاوية التصوير قبل ما تصور. ودايما دايما اخرج عن المألوف، ما تصورش بزاوية. انا لو ماشي كده وشايف المبنى قدامي ولا شايف المجسم قدامي مش عايزك تصور بالصورة اللي انا شايف بيها، عايزك تصور بصورة بزاوية مختلفة خالص. مثلا زاوية من فوق لتحت بيسموها عين النسر، ممكن تصور بالزاوية دي. زاوية من تحت لفوق بيسموها عين النملة. ممكن تستخدم فيش آي. الصورة اللي قدامكم دي لمبنى عادي جدا اتصور بزاوية من الجنب، بس عشان المبنى جنبه في عمدان فمدية سيمترية مع المبنى بشكل لطيف. البيت ده اللي في الصورة دي اتاخد من زاوية برضو مختلفة، جايب معاها اللاندسكيب والمية والبحر او البحيرة مع المبنى. ما هو كان ممكن انا اصوره انا لو مثلا مش بفكر كتير في الزوايا اروح قدام المبنى وروح بنصوره وهيبقى صورة حلوة برضو، بس يعني مش هتدي المنظر ده خالص. دايما اختار للصورة بتاعتك شكل معبر، زاوية معبرة
اختار الزاوية، صور صورة 2 3 جرب، وبعدين اختار الزاوية الصح. استخدم مثلا فيش آي في تصوير بعض الحاجات، زي في الصورة دي شوفوا العدسة الفيش آي صورت الصالون ده، لو كانت صور بعدسة 18-55 أو عدسة 24 كان هتبقى عادية خالص، لكن علشان العدسة فيش آي خلت المنظر مختلف. البيت ده كمان اتصور بعدسة فيش آي فخلى المنظر تحفة، لو كان اتصور بعدسة عادية مش هيدي الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ودي حاجة بسيطة جدا، غير العدسة حط عدسة فيش آي. طيب النقطة رقم 4، النصيحة رقم 4، لو انت هتصور او مضطر انك تصور في الشمس لما تكون عمودية مثلا من الساعة 12 للساعة 3، استخدم حاجة اسمها ديفيوزر، مشتت للضوء، زي اللي في الصورة ده، هيفرق معك جدا في الصورة، خصوصا لو بتصور. طبعا الكلام ده الديفيوزر ده لو هتصور بورتري مش لاندسكيب، لاندسكيب مش هينفع مع الديفيوزر، بورتري لازم تستخدم ديفيوزر. معرفتش تشتري الديفيوزر، تقدر تعمله بورق زي كده من المكتبة، ما هوش شفاف بس نوعا ما شفاف، وبتجيب فلين، بتجيب فلين بتقصها مستطيل وبتلزق الورق ده عليها من الناحيتين، بقى عندك ديفيوزر تقدر تستخدمه جوه البيت او بره البيت، زي اللي في الصورة دي. الصورة دي متصورة مرة بديفيوزر ومرة من غير ديفيوزر، شايفين الفرق؟ أشعة الشمس هارش قوي من غير الديفيوزر، بالديفيوزر بقت الصورة حلوة. فكل حاجة كل وقت له حل، كل حاجة ليها حل، فكر فيه واعمله عشان صورتك تبقى حلوة. طيب النصيحة الخامسة، تخيل المشهد قبل ما تصور، لازم تتخيل انت هتعمل ايه. ليه تتخيل المشهد قبل ما تصور؟ علشان تعرف الاعدادات اللي هتستخدمها في لتصوير المشهد اللي انت عايزه. هنفترض عايز مثلا تصور لاندسكيب في بحر، البحر ده عايزه يكون ناعم يبقى هتقلل الشطر على الاخر، عايز البحر ده يكون واضح جدا وتفاصيله واضحة قوي يبقى هتعلي الشطر جدا، لو كان في موج عايز الموج ده ثابت وواضح وكلير جدا هيبقى هتعلي الشطر، عايزه ناعم خالص زي اللي في الصورة دي هتعمل الشطر، هتبطئ الشطر. فلازم تتخيل المشهد قبل ما تصور. حاجة تانية برضو، لو انت هتصور، دي نصيحة رقم 6، لو هتصور في الشمس استخدم غير الديفيوزر، استخدم فلتر للعدسة اسمه بلورايزر. الفلتر ده هيخلي لك الصورة خيال. بيعمل ايه الفلتر ده؟ زي اللي في الصورة ده، اللي في الصورة ده هو ده الفلتر البلورايزر. بيعمل ايه؟ بيعمل كونتراست عالي للألوان، بيظهر الألوان جدا زي اللي في الصورة دي، دي صورة بفلتر واللي جنبها من غير فلتر، شايفين فرق الصورة عامل ازاي؟ ده متصورة في الشمس، في الشمس عمودية، شايف خلى الصورة عاملة ازاي؟ لازم يكون عندك البلورايزر فلتر ده لو هتصور في الشمس، أشعة الشمس، رايح مصيف، رايح مكان مش عايز تضيع وقتك، مش هتستنى البلو اورز ولا الجولدن اورز، مش هتدور على ضلة علشان تصور فيها، عايز تصور تحت ظرف الشمس القوية دي لازم يكون معاك الفلتر ده. شوف الصورة دي كمان المية عاملة ازاي، البحر عامل ازاي، لونه اختلف تماما، تفاصيل البحر اختلفت. فأنصح
بشدة انك تستخدم البلورايزر فلتر. طيب النصيحة رقم 7، لازم تصور بصيغة رو، ما تصورش بصيغة جبك ابدا. وقبل ما تشتري كاميرا، لو انت لسه ما اشتريتش كاميرا، اتأكد انها بتصور بالصيغتين، الرو والجبك، لان الرو اهم صيغة لازم تصور بيها. علشان ايه؟ النصيحة التامنة انك انت تعمل معالجة للصور في البيت. طبعا معالجة الصور هنبقى نعمل لها كورس لوحده، سواء عن طريق الفوتوشوب او اللايت روم، وانا انصح طبعا باللايت روم. فلازم تصور بصيغة رو. اتمنى يكون الشرح ده او الثمان نصايح استفدتوا منها وتطبقوها، واشوفكم مرة تانية ان شاء الله في الكورس اللي جاي. واللي اشترك في القناة يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناة لغاية دلوقتي يشترك في القناة ويفعل زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.